وإليكم أهم التحديات التي تواجه الرئيس الجزائري المرتقب. فهناك تركة ثقيلة تنتظر الرئيس الجزائري، فالبلد المصنف ضمن الاقتصادات الغنية يعاني العديد من الأزمات الاقتصادية. فالنفط الذي يشكل 98% من صادرات البلاد و70% من العائدات لا يسهم سوى في توظيف 2% فقط من الأيدي العاملة. أما انخفاض الاحتياطي النقدي فيعد أهم التحديات التي تواجه البلاد، ففي عام 2014 بلغ الاحتياطي النقدي 178 مليار دولار، يتوالى الهبوط في انخفاض أسعار النفط ليصل في 2019 إلى 68 مليار دولار، فيما يتوقع أن ينخفض في نهاية 2020 إلى 51 مليار دولار. ومنذ عام 2014 استمر العجز في الميزان التجاري في الارتفاع ليبلغ 5 مليارات و220 مليون دولار أمريكي خلال العام الجاري، مقابل 3 مليارات و160 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018. وتعاني صادرات البلاد من ضعف وتدني في مستوياتها خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم عودتها من 60 إلى 70 مليار دولار سنويا في 2014، إلا أنها تراجعت إلى نحو 31 مليار دولار في عام 2018 لتصل إلى نحو 27 مليار دولار في العام الحالي. أما موازنة عام 2020 فشملت خطة حكومية للاقتراض الأجنبي للتأقلم مع تراجعات إيرادات الطاقة، وأبقت الموازنة على الدعم دون تغيير عند 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وسيتراجع الإنفاق الإجمالي 9.2% في الموازنة مع فرض مزيد من الضرائب. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 1.8% العام القادم، انخفاضا من 2.6% في العام الحالي، حيث خلقت الاحتجاجات مناخا من الضبابية للمستثمرين.